إنه قطار سريع كالطائرة. هذا ماجليف، قطار مغناطيسي معلق، وهو يعد ثورة في عالم النقل. ماجليف ليس علم صواريخ بل متفوق عليه. لكن هناك خطب ما. في أول حادث اصطدام لقطار مغناطيسي معلق توفي 23 شخصا. هذه هي القصة وراء مستقبل النقل. في أعماق ريف المراعي في شمال ألمانيا تقع منشأة طورت عربة مغناطيسية معلقة أو ماجليف. كلفت منشأة اختبار نظام النقل السريع ترانس رابيد أكثر من مليار دولار، وشيدت لاختبار القطار المغناطيسي المعلق. تعمل سكة العرض هذه منذ أكثر من 20 عاما، وقد قطع ماجليف قرابة مليون كيلومتر عبرها. السكة التجريبية مفتوحة أمام العامة، وهي تجذب كل عام آلاف السياح المتلهفين لاختبار إثارة ركوب قطار مغناطيسي معلق بأنفسهم. في المجمل اختبر ما يزيد على نصف مليون زائر فضولي هذا القطار المعلق السريع دون وقوع حوادث. لكن في أحد الأيام في سبتمبر واجه ماجليف تحولا مأساويا في الأحداث. لقد انطلق في جولة اختبارية، وسرعان ما زادت سرعته لتصل إلى 200 كيلومتر في الساعة. إنه يقطع عادة السكة التجريبية التي تمتد مسافة 31 كيلومترا ونصف في غضون دقائق، ليصل إلى سرعة 450 كيلومترا في الساعة في الطرق المستقيمة. لكن بعد أقل من 60 ثانية من انطلاقه في هذه الجولة الاختبارية حدث ما هو غير متوقع. كانت هناك عربة صيانة على السكة أيضا تتحقق من مسار السكة وخلوها من الركام والمشاكل. كان أول حادث كبير بالنسبة لتقنية استغرق صنعها قرنا من الزمان. وبدأ التحقيق. طرحت أسئلة بشأن ما حدث وسببه، وكان هناك الكثير على المحك لأن ماجليف كان على وشك أن يصبح إنجازا كبيرا. كان جاهزا ليغير الطريقة التي نسافر فيها في القرن الحادي والعشرين كما فعلت الطائرة في القرن المنصرم. ماجليف هي مركبة تندفع بشكل مغناطيسي وترتفع فوق خط السكة، ويمكنها السير بسرعات تزيد على 500 كيلومتر في الساعة دون أن تغادر الأرض، وكذلك دون سائق. معظم الناس لم يسمعوا بها، لكن طبقا لهؤلاء الخبراء ستتجه الأجيال في المستقبل نحو محطة ماجليف بدلا من المطار. إن كان ما يقولونه صحيحا، ماجليف هو اتحاد نقل بحد ذاته، فهو يقدم إمكانية السفر بين المدن بسرعات تفوق سرعة سيارة سباق الفورميولا 1. مع ماجليف تلتقي سرعة الطائرة مع راحة القطار لتقدم تحميلا وتفريغا سريعين في المحطات الواقعة في قلب المدينة مباشرة. كيفن كوتس هو مستشار نقل. إنه مدهش، لذا يمكنك التخطيط لرحلتك. تصور السفر في أرجاء الولايات المتحدة من مدينة إلى أخرى في رحلات طولها 800 كيلومتر أو أقل، وتصل في الوقت المحدد بالثانية في كل رحلة. هؤلاء المسافرون سيعتبرون هذا أمراً لا يصدق، لكن هذا ما يعد به نظام النقل الجديد هذا. إن نظام النقل المغناطيسي المعلق هو ما يميزه عن أشكال النقل الجماعية الأخرى. تمثل هذه التقنية ثورة في عالم النقل. ماجليف يطفو فوق خط السكة، وخط السكة والمركبة يعملان سويا لإحداث الارتفاع والدفع المغناطيسي والتحكم به. لا يلائم أي جزء منهما أي نظام نقل آخر. يستخدم نظام النقل السريع الجذب المغناطيسي. على طول المركبة تسحب المغانط المتصلة بأعلى هذه الدعامة المصنوعة من الألمنيوم نحو أسفل السكة. تنظم الحواسيب قوة المغانط وتبقي المركبة معلقة على ارتفاع 10 مليمترات بالضبط. مهما كانت الحمولة التي ينقلها، القطار المغناطيسي لن يتصل بالسطح الخرساني والفولاذي للهيكل.
تصل زينة كل عربة مغناطيسية 50 طنا، وهي قادرة على نقل حمولة تزيد على 20 طنا، مما يجعلها أثقل من الدبابة. نظام الرفع المتطور هذا لا يرفع عربة وحمولة تصل زينتها إلى 70 طنا ويعلقها فحسب، بل يدفعها أيضا بسرعة تتجاوز 400 كيلومترا في الساعة فوق السكة بعشرة مليمترات دائما. يبدو هذا الكلام مدهشا، لكن هنا في منشأة ترانس رابيد للاختبارات في ألمانيا طور فريق من المهندسين الجيل القادم من القطارات المغناطيسية. هذه أضخم منشأة اختبارات من نوعها في العالم. يتم تجميع مركبات ماجليف في مصنع قريب من السكة التجريبية. يتم صنع كل مكون حسب الطلب وحسب مواصفات محددة. هايكو لوباك الذي يعمل في فريق TR09 الهندسي يريد تغيير الطريقة التي نسافر بها. ثمة الكثير من سوء الفهم. سيكون لدينا ضجة أقل، وسيكون استهلاك الطاقة أقل، كما أنه ليس لدينا انبعاثات للغاز ولا حتى من المغانط، لأن الحقل المغناطيسي لمغانط التوجيه والارتفاع أقل من المجال المغناطيسي الناجم عن التلفاز في منزلك. يؤمن مطوروه بنجاح هذه الآلة لدرجة أنهم استثمروا مليارات الدولارات فيه. من سيشتري نظام ماجليف إذن؟ على مسافة بعيدة من ألمانيا في جمهورية الصين الشعبية يحدث ماجليف ثورة في البنية التحتية للمواصلات. بدأت الصين تبرز بسرعة كقوة اقتصادية، وتقرر البدء ببناء أنظمة التعليق المغناطيسي. يستطيع القادة هنا رؤية الكثير من الفوائد، فتعداد الصين السكاني يبلغ 1.3 مليار نسمة، وعليهم العثور على طريقة فعالة لنقل كل من الناس والبضائع في ظل النقص المتوقع في الوقود الأحفوري. إنهم يخططون للمستقبل، وهذه الخطة تشمل ماجليف. لقد طلبوا في البداية نظام ماجليف يمتد ل30 كيلومترا ليسافر من شنغهاي إلى مطارها الدولي بكلفة 1.2 مليار أمريكي، لكن مهندسي ترانس رابيد علموا بأن هذا العقد الأول كان اختبارا حقيقيا. كانت الحكومة هنا تخطط لوضع سكك إضافية، وأرادت توسيع القطارات المغناطيسية في أرجاء الصين. تضمنت سكك ماجليف المرتقبة واحدة بين شنغهاي وبلدة هانغجو السياحية، وهي مسافة تمتد 170 كيلومترا، وبلغت ميزانيتها 4 مليارات دولار، وتضمنت كذلك حلقة وصل بين شنغهاي وبكين عبر 1200 كيلومتر بكلفة 22 مليار دولار، أي ما يعادل 18 مليار دولار أمريكي للكيلومتر الواحد. لماذا قرر المشترون الصينيون الاستثمار في هذه التقنية في حين كانت هناك الكثير من الطائرات والقطارات عالية السرعة؟ ولماذا أودعوا مستقبل اقتصادهم في نموذج؟ بالنسبة للمهندسين في ترانس رابيد، الإجابة على هذا السؤال بسيطة. هناك مشكلة كبيرة في نظام النقل العالمي. وفقا لهم، فقد حظيت السيارات والقطارات والطائرات بوقتها، كما أن مجال الطيران تحديدا يواجه أزمة تلوح في الأفق. الناس يحبون الطائرات لأنها سريعة ومريحة، كما أنها قللت من الوقت المطلوب للسفر لمسافات بعيدة، لكن الطلب على النقل الجوي يزداد. على الأرض يعتبر التأخير مشكلة رئيسية، والآن باتت السماء تواجه مشكلة الازدحام المروري الخانق. كل عام يتم صنع المزيد من الطائرات بالإضافة إلى مطارات أكبر لخدمتها، ومع ظهور طائرة إيرباص A380 الكبيرة أصبحنا نصنع طائرات أكبر شيئا فشيئا. لكن هذا الحل لا يفعل شيئا لمعالجة المشكلة الرئيسية الأخرى التي تواجه شركات الطيران، ألا وهي كلفة الوقود للتحليق في السماء. طائرة 747 تستهلك 170 لترا في الدقيقة، وهو كاف لملء 3 سيارات كل 60 ثانية، ووفقا لخبراء قطارات ماجليف هذا يتسبب بمشكلة. أسعار النفط تزداد كلفة، وسترتفع الأسعار حين يصبح أشد ندرة ويزيد الطلب عليه، وستزداد كلفة الطيران، ولا حل لهذه المشكلة أبدا.
إن كانت هذه هي الحال سيبحث الناس في مكان آخر عن نظام نقل فعال يمكنه أن يحل محل النقل الجوي. أمرت ترانس رابيد مهندسيها بالبحث عن نقطة الضعف في مجال الطيران. اكتشفوا أن نقطة الضعف هي الرحلة القصيرة التي تقل مسافتها عن 700 كيلومتر. في الولايات المتحدة تشكل الرحلات التي تقل مسافتها عن 1000 كيلومتر حوالي 50% من سوق الطيران، وهي مكلفة وغير فعالة وتملأ السماء بالطائرات. لهذا صممت ترانس رابيد نظام ماجليف الخاص بها لتنهي سيطرة الطيران على هذه الطرق القصيرة ولاستبدالها بحل سريع وصديق للبيئة وفعال من حيث التكلفة. كانت الصين الزبون الأول. أدركت الحكومة الصينية إمكانيات ماجليف وطلبت أول نظام مغناطيسي تجاري معلق في العالم، لكن تعين صنعه بعد ذلك، وهنا بدأت المشكلة. على غرار مراحل البحث المتعلقة بالطائرة والسيارة والقطار والمركبة الفضائية، كان ماجليف قيد التطوير لعقود. تملك السكك الحديدية في ألمانيا تاريخا طويلا من الابتكار يعود لعام 1835. كانت القطارات هناك تسافر بسرعة تفوق 200 كيلومتر في الساعة في الثلاثينيات. يتم عرض نموذج مصغر على سكة اختبار طولها 1600 كيلومتر تصل سرعته حتى 149 كيلومترا في الساعة ليسير في منعطفات بزاوية 45 درجة دون أن يهتز. كان ذلك في الثلاثينيات حين حلم المخترع الألماني هيرمان كيمبر لأول مرة بقطار دون عجلات. إنه نظام سيسخر قوة المغانط ليرفع المركبات ويدفعها إلى الأمام، غير أن مشكلتين عملتا على تأخير إنتاجها. كانت المشكلة الأولى هي قوة الحواسيب. المكونات الإلكترونية القوية كالحواسيب كانت ضرورية للسيطرة على النظام، لهذا مضت عقود قبل التمكن من اختبار هذه النظريات. إلا أن هذه الأشياء غريبة المظهر لم تسر بسرعة كبيرة بالمقارنة مع القطارات المغناطيسية الحالية، لكنها أرضت الجماهير وكانت كافية للحفاظ على التقدم البطيء للتنمية. لكن بينما ازدادت سرعات المركبات ظهرت مشكلة ثانية. لم يعثر المهندسون على نظام رفع مستقر أو فعال بما يكفي لرفع الزلاقات عن الأرض. كانت تسير إلى الأمام باستخدام الدفع المغناطيسي، لكن المحبط في الأمر بأنها كانت ما تزال تعتمد على العجلات. ولأنهم لم يتمكنوا من رفع المركبات، كان البحث والتطوير المتعلق بهذه التقنية الثورية معرضين لخطر التوقف. كان ماجليف في طريقه ليصبح مجرد حاشية في تاريخ التجارب الفاشلة. لكن تغير شيء حينها جعل مشروع ماجليف يرتفع عن الأرض. عام 1974 جرب مهندسو ترانس رابيد نظاما جديدا. قسموا القطار إلى قسمين، قاموا بتركيب المغانط على الزلاقة ووضعوا المحرك الأساسي في السكة، وقد قلل ذلك من وزن المركبة. بمساعدة الصواريخ تم دفع هذا النموذج إلى الأمام بسرعة 400 كيلومتر واحد في الساعة. كان هذا إنجازا، وكانوا بحاجته ليبعث حياة جديدة في هذا المشروع. الآن بقي أمام ترانس رابيد أمر واحد فقط عليها فعله لإقناع العالم بأن هذا قد يكون نظاما رائعا. كان عليها صنع واحد. بعد حل مشكلة الحاسوب والمحرك بدأت بصنع نظام لنقل البشر. في عام 1980 اختارت منطقة آيمسلاند في شمال ألمانيا لإنشاء أول سكة تجريبية دائمة تمتد 31 كيلومترا ونصف مؤلفة من حلقة مزدوجة. بعيدا عن أعين المتطفلين والنقاد أثبت أن تلك التكنولوجيا التي تم تطويرها كانت ثورة بحد ذاتها. تم بناء مسار سكة لتشبه السكة التجارية في الحجم والمسافة، وبالقيام بهذا استطاع المهندسون دفع ماجليف إلى أقصى حدود السرعة والاحتمال والمناورة. اليوم تعمل ترانس رابيد على نسختها الثامنة قطار TR08. لقد نجحت أخيرا في صنع نظام رفع وبتشغيل القطار بشكل يومي لمحاكاة تشغيل النظام العام. يعتقد الباحثون الآن بأنه سيعيد تعريف فكرتنا عن السفر البعيد. يجمع نظام ماجليف بين التقنية والسكك الحديدية التقليدية وميزة توفير الوقت كما في النقل الجوي،
مما يجعله وسيلة نقل برية تستخدم الطاقة بشكل فعال وقليلة الصيانة وسريعة جدا. غير أن العديد من الدول بما فيها أمريكا ومعظم دول أوروبا تستمر بتجنب استخدام هذا النظام. يقترح النقاد بأن ماجليف نظام غير مجرب بما يكفي لبنائه من الصفر. في أمريكا القطارات فائقة السرعة تكاد تكون معدومة، وما زالت الخطط لتطبيقها هناك طي النسيان. يشعر كيفن كوتس بالإحباط بسبب نقص الاهتمام بماجليف. كل هؤلاء يهتمون بالسكك الحديدية ولا يريدون تطبيق شيء جديد لا يفهمونه. المهندسون الاستشاريون يحاولون نصح الأجهزة الحكومية بما عليهم فعله ويطبقون ما يعرفونه، وهم لا يعرفون ماجليف. يعرفون السكة الحديدية والخفيفة. السكة الخفيفة اسم منمق لعربات ترام التي سبق وأن استخدمناها. لكن في الصين الناس يفهمون الحاجة للانتقال إلى ما بعد النقل العادي على السكة، والذي يعتبر نظاما قديما. في الحقيقة ما أثار اهتمام الحكومة الصينية حقا في قطار ماجليف كان الإمكانية المستقبلية المدهشة لهذه التقنية. كانوا يعلمون بأنها إذا نجحت فقد تغير قطاع النقل في جميع أرجاء الصين. وأي مكان أفضل لاختبار أول سكة حديدية تجارية من مدينة شنغهاي؟ هذه المدينة الصاخبة تضم 20 مليون شخص. إنها مكان حيث بدأت الصين القديمة تتنحى جانبا، وبدأت تظهر صين جديدة وحديثة من تحت الأنقاض. الصينيون يبنون مدينة المستقبل هنا، وهم يريدون أن يكونوا نموذجا يحتذى به. ينجذب رجال الأعمال المحترفون إلى شنغهاي بسبب بيئتها الحديثة وفرص العمل الجديدة فيها. وقد يتسبب ذلك بالمشاكل على الطرقات. أشارت تنبؤات سابقة أن ما يزيد على مليوني مركبة ستعرقل الشوارع في السنوات المقبلة، وستصبح الطرق السريعة مكتظة حال بنائها. السبب الذي جعل الصينيين يقررون عدم اعتماد المطارات أو أنظمة الطرق السريعة هو أنهم أدركوا أن التنقل بين المدن باستخدام الكهرباء حل مستدام لتلبية احتياجاتهم المستقبلية للنقل. في مارس آذار عام 2001 بدأ بناء حلقة وصل فائقة السرعة بين شنغهاي ومطار بودونغ الدولي، وهي الخطوة الأولى نحو بناء البنية التحتية للنقل لهذا الاقتصاد العصري. إن الرحلة التي تستغرق ساعة في السيارة في الازدحام المروري والتي تنتج الضوضاء والتلوث قد تستغرق 7 دقائق ونصف على سكة ماجليف إلى أي مكان. بدأ استخدام ماجليف للمساعدة على حل مشاكل النقل فكرة رائعة، لكن كانت هناك تحديات هائلة بانتظارهم. لم يتم تطبيقه من قبل قط. سيتعين على المهندسين الألمان بناء نظام نقل ثوري وصنعه للمرة الأولى، وسيتعين عليهم التعامل مع انخفاض الأرض المستمر أسفل شنغهاي. خلال القرن الماضي انخفضت لأكثر من 2 متر ولا توجد نهاية في الأفق. وكلت مهمة بناء نظام مسار السكة إلى مهندسين صينيين. لقد بدأوا ببناء مركبة عملاقة ستمتد من وسط مدينة شنغهاي وحتى مطارها الدولي. أول مرحلة من هذا المشروع الضخم هي إخلاء الطرق. تعين عليهم هدم المباني ونقل الأشخاص الذين كانوا يعيشون على طول هذه الطريق. لكن المشاكل الحقيقية بدأت حين نظروا إلى التربة الموجودة أسفل هذه المنازل. الطريق بأكملها موجودة على السهول الفيضية لنهري يانغتسي وهونغ بو. تراكم الجرين والرمل هناك عبر ملايين السنين، والأرض اللينة غير المستقرة لن تدعم البنية التحتية الضخمة اللازمة لماجليف. كارلوس فينتورا هو مهندس إنشاءات. التربة غير القادرة على تحمل أوزان كما هو الحال في أماكن مثل شنغهاي هي تربة تملك قدرة منخفضة جدا على مقاومة الضغط الناجم عن زيادة ضغط الأحمال التي ستوضع فوقها، وسيكون لذلك في نهاية المطاف تأثير ضار على الهيكل، لأن الهيكل سيغوص أو سيسقط أو سيصاب بتشوهات. لقد تعرضت الصين لزلازل مدمرة في الماضي. لو ضرب زلزال شنغهاي قد تؤدي حالة التربة هناك إلى ما يعرف بتميع التربة أو التربة السائلة. في هذه التجربة البسيطة توضح الأستاذة دون شاتل من جامعة كولومبيا البريطانية كيف يستطيع تميع التربة الإطاحة بهيكل غير مدعم.
حين يضرب الزلزال تحاول جزيئات الرمل الانتقال إلى تكوين أشد كثافة، لكن بسبب وجود المياه في طريقها ينتقل الحمل على الفور إلى الماء بدلا من التربة فيغرق المبنى. ستمنع الهياكل الفرعية المناسبة كالدعامات الهيكل من الانهيار، لكن المشكلة التي يواجهها المهندسون هنا كانت كمية الهياكل الفرعية الدقيقة التي يجب بناؤها. للحفاظ على استقرار السكة والحد من تأثير الزلازل المستقبلية جاء المهندسون بخطة. كانت الفكرة توزيع الوزن الهائل للسكة في أعماق الأرض. سيتم تركيب أقسام السكة على سلسلة من الدعامات الموضوعة كل 25 مترا على طول الطريق. كل رصيف سيستند على أوتاد خرسانية، وهي كتلة معززة من الخرسانة توضع أسفل السطح مباشرة، وستدعم هذه الأوتاد نفسها الأساسات. تعين على المهندسين أخذ أمرين بعين الاعتبار عند بناء الأوتاد. أولاً، كلما كانت الأرصفة أكبر توجب أن تكون الدعامات أكبر. في شنغهاي كانت الأوتاد الخرسانية على عمق مترين وبعرض 10 إلى 12 متراً. هذا عنا بأنه على طول الطريق ستفصل مسافة قصيرة تساوي متراً بين الأوتاد، لكن تعين على المهندسين أن يأخذوا بالحسبان قدرة التربة على حمل الوزن حيث كانوا يقومون بالبناء. كلما ساءت نوعية التربة احتاجوا لعدد أكبر من الأوتاد، وكلما كانت على مسافة أعمق. في شنغهاي التربة سيئة جدا، لدرجة أنه تعين على المهندسين إنزال الأوتاد حتى 30 مترا وفي بعض الحالات حتى 70 مترا، أي ما يعادل مبنى مكونا من 23 طابقا، وكل وتد مغطى ب20 إلى 24 ركيزة خرسانية منفردة. على مدار المشروع قاموا بوضع ما يزيد على 24 ألف ركيزة. كان لديهم 16 شهرا فقط لإكمال هذه المرحلة قبل وصول أولى مركبات الرفع المغناطيسي المعلقة من ألمانيا. في تلك الأثناء كان مهندسو ترانس رابيد يرزحون تحت ضغط كبير لتسليم المركبات التي ستسافر على مسارات صينية الصنع. إنهم لم يبنوا نظام ماغليف تجاريا من قبل، وهم لم يصنعوا سوى نماذج له، لكن هذا لم يكن منتجا تجريبيا، فالصينيون يريدونه أن يعمل وأن يعمل دون أي عيوب. بعد استلام مشروع ماغليف في شنغهاي الذي يكلف مليار دولار كان لديهم 22 شهرا فقط لتسليمه. ودعت الخطة لإنتاج نموذج TR08 على نطاق واسع. كانت مقصورة الركاب سببا في بعض التحديات، ذلك لأن هذا القسم يصنع كأي مقصورة ركاب في أي قطار آخر، لكن هناك انتهت المقارنة. على عكس القطار التقليدي الذي يملك قاطرة واحدة تسحب العديد من العربات، كان ماغليف بأكمله عبارة عن وحدة دفع ورفع. بالنسبة لشنغهاي كان الضغط يكمن ببناء 15 نظام دفع مستقلا في فترة زمنية مستحيلة تقريبا. لا يحتوي ماغليف على أجزاء متحركة ولا مولدات لتوفير الكهرباء للمصابيح والحواسيب والأجهزة الإلكترونية المشمولة في العربة. بمجرد أن يسير يستمد القوة من الشبكة لتفعيل المغانط. تقوم بطاريات عملاقة بتخزين الطاقة من أجل الأضواء ولتشغيل الحواسيب الموجودة على متنه، كما أنها تخدم كمغانط احتياطية. في حالة انقطاع التيار الكهربائي لن يسقط قطار ماغليف على مسار السكة، لأن البطاريات ستبدأ بالعمل وتبقيه مرفوعا بما يكفي لتتمكن من إيصاله إلى محطة توقف سهلة. يستخدم نظام الدفع والرفع المغناطيسي الكهربائي، ويتم ضخ الكهرباء في سلك ملفوف لتوليد حقل مغناطيسي. وكلما زاد عدد اللفائف وزاد التيار كان الحقل المغناطيسي أقوى. كم عدد المغانط على متنه؟ وكم يستطيع كل واحد منها أن يرفع؟ هذه أسرار المهنة. لكن بالسيطرة على طاقتها كشفت ترانس رابيد عن المفتاح لرفع ودفع مركبتها التي تزن 70 طنا.
إن المحرك الطولي المستخدم في نظام الدفع المغناطيسي في ماغليف موجود في أنواع أخرى من وسائط النقل. محرك طولي يستخدم كلما كانت هناك حاجة للتسارع السريع والثابت، وأحيانا هذا يعني التسلية والألعاب. في مدينة الألعاب هذه تستخدم تقنية الدفع المغناطيسي المأخوذة من ماغليف لدفع هذه الزلاجات وركابها بسرعات عالية. الهدف من هذا التطبيق تقديم لمحة للزبائن عن قوى الجاذبية التي تقدمها التكنولوجيا المغناطيسية. إنها واحدة من أسرع الألعاب في الولايات المتحدة. ينطلق الركاب من سرعة 0 إلى 160 كيلومترا في الساعة في غضون 7 ثوان فقط. إنهم يرتفعون إلى أعلى برج مؤلف من 41 طابقا ويتوقفون ويبقون معلقين هناك ل6 ثوان ونصف في حالة انعدام وزن تامة بينما تتوقف الزلاجة، ثم يبدأ النزول المفزع إلى الخلف. هذا هو نوع الإقلاع الذي يمكن لماغليف تحقيقه، لكنه ما زال جزءا فقط من قوة التسارع المحتملة لديه. تتبنى البحرية نظام الدفع في ماغليف في آلة إطلاق الطائرات على متن حاملات الطائرات. إنهم يعتمدون حاليا على المكابس التي تعمل على البخار لإطلاق الطائرة. إنها مجربة وحقيقية لكنها قديمة واستخدامها للطاقة غير فعال، والأهم من كل شيء إنها تتسبب بالاهتزاز لكل من الطيارين والطائرات. ستكون حاملات الطائرات المستقبلية مجهزة بأنظمة دفع مغناطيسية معلقة للإطلاق، حتى إنهم سيهبطون بالطائرة باستخدام مغانط فائقة القوة، وفائدتها تحكم أكبر وعمر أطول للطائرة. هذا يعني أن التحكم بكم الطاقة المستخدم يكون وفقا لوزن الطائرة. ولو أعطيت الفرصة لإطلاق العنان لجميع إمكانياتها ستكون النتائج مدهشة. في قاعدة هولومان لسلاح الجو في صحراء نيو مكسيكو هناك سكة تجريبية تستخدم مزلقة تعمل بالدفع الصاروخي لاختبار أنظمة أسلحة تصل سرعتها حتى 8 ماخ. في عام 2003 سجلت هذه المزلقة الرقم القياسي على سرعة 10430 كيلومترا في الساعة على الأرض. الدمج القوي بين الصواريخ والمغانط هو ما يأخذ قطار ماغليف إلى السرعة العالية جدا. مع سرعات كهذه تستطيع مركبة مغناطيسية معلقة التحرك عبر صمام مفرغ من الهواء أو نفق، حيث لا يوجد احتكاك مع الهواء، وقد تصل سرعتها لما يزيد على 6000 كيلومتر في الساعة. وكي تقدر هذه الآلة المدهشة عليك أن تركبها. وفي السكة التجريبية في آيمسلاند يتسنى للناس تجربة مركبة ماغليف بشكل مباشر. هذا مركز القيادة لترانس رابيد الخاص بسكة ماغليف التجريبية في ألمانيا. لدينا مسار يبلغ طوله 32 كيلومترا هنا مع حوالي 8 كيلومترات مستقيمة لاختبار السرعات العالية، وفي الجزء الشمالي والجنوبي من السكة التجريبية لدينا حلقة، ومع هذا الشكل من الممكن إجراء اختبارات لمدة الجولة باستخدام المركبة. بعد تفتيش دقيق في الحظيرة يمنح مركز القيادة الضوء الأخضر، وبات ماغليف جاهزا لاختبار سرعته الفائقة. بنقرة على فأر الحاسوب تفعل الحواسيب المغانط ويبدأ ماغليف بتحدي الجاذبية. هذا القطار الممتاز بات جاهزا الآن للسير. اليوم ستصل سرعة انطلاقه إلى 400 كيلومتر في الساعة. بوجود الخبراء الفنيين في أماكنهم بدأ اختبار السرعة.
هؤلاء الرجال والنساء هم الجزء البشري الوحيد في هذه العملية الموجهة بالحاسوب بالكامل. ترانس رابيد تعتقد أنه بإخراج البشر من معادلة التشغيل فستمتلك نظاما أذكى وأكثر أمانا، لهذا سلمت زمام السيطرة عليه للحواسيب. السرعة القصوى لقطار نظام النقل السريع 500 كيلومتر في الساعة، وبهذه السرعة لن يستطيع البشر إبداء رد فعل سريع، فهم معتادون على إبقاء المركبة على مسافة محددة من المسارات للحصول على جولة سلسة، والحواسيب تتحكم بالطاقة التي تصل إلى المركبة من السكة لدفعها. في هذه المنشأة المخصصة لإجراء اختبارات شاملة لكل جولة هدف لتعزيز التكنولوجيا، نظام ماجليف آلي بالكامل، لهذا تسيطر الحواسيب على التسارع. إنه قوي وثابت لكنه تدريجي كفاية بحيث لا يندفع الركاب إلى الخلف وهم في مقاعدهم. في أول مرة ركبت فيها قطار ماجليف كنت في ألمانيا في السكة التجريبية، وكنت في العربة الأولى أنظر عبر النافذة، والمدهش هو أنه أثناء سير المركبة على السكة تشعر وكأنك تنظر إلى رسوم فيديو متحركة. إنه سريع جدا، يبدو وكأنه من غير الواقعي أن هناك شيئا يتحرك بهذه السرعة، وقد يكون سلس الحركة. والحقيقة هي أن الدقة بين المركبات ومسار السكة محكمة للغاية، لدرجة أن الاهتزاز موجود في أدنى حد ممكن. لكن لا يوجد متسع من الوقت كي يفتن التقنيون بالمناظر الجميلة، فهم منشغلون تماما في الاختبار التجريبي. إنهم يدورون في الحلقة العملاقة ويستعدون للتسارع لأكثر من 10 كيلومترات مباشرة. سيصل ماجليف إلى سرعته القصوى في هذا الاختبار. ولأن قطار ماجليف يرتفع، تم التخلص من الاحتكاك الناجم عن الاتصال بالسكة الموجود في القطارات التقليدية. هذا يعني سرعات أعلى ومعدلات تسارع وتباطؤ أسرع. تقاس القوة بالبايت والكيلووات وليس بالحصان. تجري هذه الحواسيب الفائقة ملايين العمليات الحسابية في الثانية، لترسل وتستقبل المعلومات من المغانط والمسار للحفاظ على استقرار ماجليف وتقدمه. هذا أشبه بركوب لوح الركمجة على الموجة، إنها موجة مغناطيسية وهكذا يندفع. والطريقة التي يدفع بها مهندسو ترانس رابيد هي بتسريع الموجة في المسار، إنهم يسيطرون عليها بشكل تام، ويمكن أن تسير بداخله دون وضع الحزام، حركته سلسة للغاية. منشأة الاختبار قادرة على محاكاة كل وضع قد يواجهه القطار المغناطيسي خلال العملية التجارية، فقد سار خلال المطر والثلج والرياح وحتى عواصف البرق. إن السرعة خلال المنعطفات محددة ب200 كيلومتر في الساعة من أجل راحة الركاب. على السكة التجريبية كما هي الحال في العمليات الطبيعية، لا يمكن تعريض الركاب لقوى طرد مركزية عالية. وحين يصل إلى الجزء المستقيم تزداد سرعة ماجليف لتصل إلى السرعة القصوى. لقد تم تصوير هذا المشهد بالوقت الحقيقي. يجمع الخبراء الفنيون البيانات من أجل تحليلها، وتتم مراقبة سرعة وأداء ماجليف بعناية في مركز القيادة. إنه يصل إلى سرعة 400 كيلومتر في الساعة بينما ينطلق بشكل مستقيم. لقد أكمل ماجليف الاختبار بنجاح. يتم جمع البيانات، ثم يعود المهندسون إلى لوح الرسم للعمل على الجيل القادم من القطارات المغناطيسية. إن العمل هنا في هذا الفريق مثير جدا، لكن كل يوم عمل يختلف عن اليوم الذي سبقه. لدينا الكثير من الاختبارات المختلفة التي يتعين علينا إجراؤها، وهذا يجعل الأمر مثيرا جدا. وبالتأكيد نحن الآن في المرحلة التي يصبح فيها النظام تجاريا، وهذا يجعله أشد إثارة كالسابق.
تم تسليم أول قطار ماغليف لشنغهاي في صيف عام 2002، وبدأ رفع الأحمال الثقيلة. يمكن قياس أي فشل بأجزاء من المليمتر. بدأ العمال بعملية حساسة وهي تجميع مقصورة الركاب. كانت مسألة بضعة أشهر فقط حتى بدأوا ببناء القطار المغناطيسي، وقد تمت مراقبة كل خطوة بعناية بينما يتم تركيب مقصورة الركاب. تم تركيب الحواسيب ثم حانت اللحظة الحاسمة حين زودوه بالكهرباء. هل سينطلق؟ تم تشغيل المفاتيح وبدأت المركبة بالارتفاع. بعد نجاح الاختبار تم تفكيكه. تم فصل الهيكل المعدني عن نظام الدفع، ثم تم تحميل أقسام المركبة على ناقلات مسطحة وأخذت إلى سفينة الشحن من أجل رحلتها إلى شنغهاي. لكن بقيت مشكلتان. استطاعت ترانس رابيد صنع 3 مركبات في 15 شهرا، لكن عليها تسليم 12 مركبة أخرى في الأشهر 12 القادمة. هل ستعمل هذه المركبات التي تم تجميعها في ألمانيا على المسار المشيد في شنغهاي؟ كانت النتائج تملك إمكانية أن تكون أكبر إنجاز منذ صنع القطار، أو أن تكون كارثة قيمتها مليار دولار. في 11 من سبتمبر عام 2002، أي بعد قرابة 18 شهرا من بدء البناء، تم تركيب مركبات ماغليف على المسار وبدأت الجولة التجريبية. كانت خطوة ضرورية قبل أن يتمكن الناس من ركوب قطار ماغليف من وسط المدينة إلى المطار. مع الاحتفال والضجة وراءهم حان الوقت الآن ليثبت المهندسون بأن المبدأ نجح. جاء فريق البناء الألماني والصيني من تقاليد وأنظمة هندسية مختلفة. هل سيتمكنون من التغلب على مشكلتي الوقت والمسافة ومن تنفيذ مواصفات تصميم بدرجة احتمال أقل من مليمترين؟ كانت المسارات في شنغهاي نسخة معدلة عن النسخة الهندسية الألمانية. بدلاً من بناء روافد للمسار طولها 50 متراً، قسمها المهندسون الصينيون من المنتصف واستخدموا عوارض طولها 25 متراً بدلاً من ذلك. ضاعف هذا العمل وعدد العوارض المطلوبة من أجل المسار لمسافة 30 كيلومتراً، لكنه سهل نقل الأجزاء وتجميعها، وعانى أن الفريق الصيني سيكون قادراً على الوفاء بالموعد النهائي للبناء. حتى بالنسبة للخبراء كانت هذه أعجوبة. في شنغهاي لديك نظام يمتد مساره لثلاثين كيلومتراً ونصف الكيلومتر، وقد بني ضمن قدرة احتمال تعادل مليمتراً واحداً على طوله الكامل. وعلى حد علمي وحسب معرفتي لا يوجد شيء في العالم يقترب من هذا المستوى من الدقة. ليظل مسار السكة ضمن مواصفات التشغيل الصارمة، استخدم المهندسون نظاما قابلا للتعديل سمح لهم بتصحيح المسار إذا تم تثبيته. نظام الحمل الثلاثي يرفع أو يخفض دعامات المسار لتعديل مكانها. كانت هناك أكثر من 10,000 ركيزة قابلة للتعديل على طول الطريق، لكن لم تكن جميع أقسام المسار صلبة من الخرسانة، كانت بعضها مصنوعة من الفولاذ. هذه المفاتيح الفولاذية تنحني عند تلقي الأوامر وتتيح للقطار تغيير مساراته، لكن السرعة كانت محددة ب200 كيلومتر في الساعة عند المنعطفات. المشكلة كانت مع الركاب من البشر، والتغيير المفاجئ في الاتجاه بسرعة عالية سيتسبب برمي المسافرين من أماكنهم. بعد اكتمال المسار تقريبا وتركيب أول مركبة مغناطيسية بشكل آمن، تم إجراء اختبار باستخدام قطار واحد. في اختبارات السرعة زاد المهندسون سرعته حتى 500 كيلومتر في الساعة، وحققوا رقما قياسيا جديدا لأنظمة السكك التجارية. لكن كان هناك عائق آخر عليهم مواجهته. كان هناك مساران يسيران جنبا إلى جنب،
كان عليهم الآن تشغيل مركبتين بجانب بعضهما. سيمر القطاران على مقربة من بعضهما بسرعة مجموعها 860 كيلومترا في الساعة. بناء على عمليات المحاكاة والبحث، صممت المركبات وصنعت لتحتمل تأثيرات الضغط العالي الناجمة عن الرياح بينما يمران بجانب بعضهما بسرعة القصوى. لكنهم لم يجروا اختبارا فعليا لمرورهما بجانب بعضهما من قبل. لم يستطع المهندسون الموافقة على استخدام الجمهور له قبل إكمال هذا الاختبار. انطلق واحد من محطة شارع لونغ يانغ وسط المدينة والآخر من محطة مطار شنغهاي. في غضون 3 دقائق ونصف فقط سيصلان إلى نقطة الوسط على السكة، حيث ستمر المركبتان بجانب بعضهما. ستزداد سرعة كل منهما إلى سرعة قصوى تعادل 430 كيلومترا في الساعة، وستحتمل هذه السرعة لأقل من دقيقة. وعلى سرعة مجموعها 860 كيلومترا في الساعة سيمر القطاران المغناطيسيان بجانب بعضهما. كان هذا نجاحا بالنسبة للفريق. احتمل قطار ماغليف هذا الاختبار الحاسم. بقي الآن سؤال واحد فقط، هل سيدفع الناس نقودا لاستخدامه؟ تدفق الصينيون إلى هذا النظام الجديد، وفي غضون 3 سنوات ركب 8 ملايين راكب ماغليف شنغهاي. إنها وسيلة نقل مذهلة حقا، وأكثر ما يعجبني هو بأنه موثوق فعلا. إنها رحلة لمسافة 30 كيلومترا ونصف الكيلومتر، وتستغرق الرحلة حوالي 7 دقائق و30 ثانية، لكن المركبات تغادر وتصل في الوقت المحدد. هذا مذهل، أعني بأنه يكاد يكون مثاليا، لن يصدق الناس ذلك. قطع ماغليف شنغهاي أكثر من 2 مليون كيلومتر، وتدوم الخدمة 18 ساعة في اليوم، حتى إن سكان شنغهاي يتباهون به على أنه مصدر جذب سياحي. ولسبب وجيه، هو حاليا نظام النقل التجاري السريع الوحيد في العالم. في أغسطس آب عام 2006 تسبب عطل في البطارية باندلاع حريق، لكن لم يصب أحد بأذى. إلى جانب هذه الحادثة، يملك قطار شنغهاي سجل سلامة رائعا، وهو يسير بدقة في الثانية في كل جولة تدوم ل7 دقائق ونصف. بالنسبة للصين، ماغليف شنغهاي هو نموذج لصناعة قطارات ماغليف في البلاد، وهو يبشر بعصر جديد في مجال النقل في الصين. لكن ما الذي يخبئه المستقبل لقطارات ماغليف خارج الصين؟ الحوادث كاصطدام قطار النقل السريع في ألمانيا لم تساعد على بناء الثقة بهذه التقنية. إنها قصة حزينة لا ينبغي أن تحدث، فهو لم يكن بأي شكل من الأشكال فشلا في التقنية. ارتكب أحدهم غلطة أو ارتكبها 4 أشخاص، ولسوء الحظ كانت هناك وفيات. ما زال الخبراء يدرسون سبب تحطمه وسبب الأضرار الناجمة عن ذلك أيضا، وهناك دروس يمكن تعلمها من كل مأساة. وكيفن كوتس يشير إلى بعض الحقائق المثيرة. بقدر ما كان هذا الحادث الذي حدث في ألمانيا رهيبا، إلا أن هناك بعض الأمور التي أدهشتني مع معرفتي لما أعرفه عن هذا النظام. أولا، لأن القطارات المغناطيسية لا تحمل مصدر وقودها، لم تكن هناك نار ولا انفجار، لم يندلع حريق، أعني بأن الطائرات تتحطم وستندلع النيران، والسيارات والشاحنات تتحطم ثم يندلع حريق، لا شيء من ذلك حدث. الأمر الآخر هو أن المركبة لم تخرج عن مسارها، حتى بالرغم من اصطدامه بسيارة صيانة تزن 60 طنا، إلا أنه لم يخرج عن مساره. قد يكون الخروج عن السكة مشكلة كبيرة في أنظمة السكك التقليدية. في 3 يونيو/حزيران من عام 1998 في شمال ألمانيا، تفككت عجلة في قطار إنترسيتي إكسبرس فائق السرعة. خرج القطار عن مساره على سرعة 200 كيلومتر في الساعة. قوة السيارات أثناء اصطدامها ببعضها تسببت بموت وإصابات الركاب على طول القطار. توفي 100 راكب وأصيب 105 ركاب بإصابات خطيرة. لكن حادث من هذا النوع حيث تنقلب المركبات وتتدحرج يستحيل من الناحية العملية مع نظام ماغليف. لم ينقلب ولم ينقسم،
لذا يستطيع الناس أن يطمئنوا بأنه إذا عبرت هذه الأنظمة مناطق سكناهم لا يجب أن يخشوا الأضرار الإضافية عند وقوع اصطدام ما، رغم أنني أخاطر بالقول بأن اصطداما كهذا لن يحدث مع الخط التجاري أبدا. في شنغهاي احتمال وقوع حادثة كهذه مستبعد جدا، لأنه خط تجاري وتم تركيب أنظمة ضمان الأمان، وإذا اكتشف الحاسوب أي شيء على السكة فهو سيتوقف على الفور. لكن المسار التجريبي في ألمانيا يضم أنظمة يدوية تتولى زمام السيطرة عليه ليتيح للمشغلين اختبار سرعات مختلفة. هذا يبين لي بأنك تستطيع تخطيط كل ما تريد تجربته لاستبعاد الناس من عمليات تشغيل أنظمة النقل فائقة السرعة، لكن على أحدهم الضغط على زر الانطلاق وقد فعل أحدهم ذلك، فعل ذلك في الوقت الخطأ. لكن على الرغم من ذلك وعلى الرغم من الخسائر الرهيبة في الأرواح، ما زلت مقتنعا 100% بأنه لا يوجد نظام نقل أكثر أمانا منه في العالم. إن قطار شنغهاي المغناطيسي هو مثال على التعاون الدولي الناجح في مجال الهندسة والبناء. بالنسبة للصين هذه خطوة بعيدة عن أنظمة السفر التقليدية كالطائرات والقطارات التي تعتمد على النفط. يمثل هذا النظام معيارا جديدا لوسائل النقل البري فائقة السرعة. وبينما يزداد عدد السكان في أرجاء العالم وتصبح مراكز المدن أشد ازدحاما، يزداد الضغط على البنية التحتية لوسائل النقل الحالية لدينا. إن الميزة في ماغليف هو قدرته على نقل الناس والبضائع بشكل فعال، وهو يفعل ذلك دون استخدام مكابس أو توربينات أو أجزاء متحركة. الأهم من ذلك إنه نظام يعتمد بشكل أقل على النفط من القطار أو النقل الجوي. لكن هل العالم مستعد للقيام بهذه القفزة وتبني عربات الرفع المغناطيسي؟ وفقا لخبراء النقل كل ما يلزم الآن هو الاستثمار في مستقبل هذه التقنية الجديدة.